احتراق المنازل في الزبداني نتيجة القصف الذي استهدف المدينة ليلة أمس. زبداني صباح 5/8. زبداني 5/8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد ومعنا الآن من محافظة درعا الناشط الإعلامي رامي الخالدي. السلام عليكم أخي رامي. عليكم السلام ورحمة الله أخي. ما هي آخر أوضاع والتطورات اليوم في محافظة درعا؟ أخي الكريم، منذ الصباح الباكر والعمليات العسكرية ضد الشعب قائمة، فقد تم صباح اليوم محاصرة بلدة اليادودة بالدبابات والمدرعات الأسدية وسيارات الأمن، وحيث تم اقتحام عصابات الأسد للبلدة من كافة المحاور وسط إطلاق نار كثيف أدى إلى استشهاد الشاب إياد صالح الزواني برصاص عصابات الأسد. وتشهد البلدة الآن حملة دهم واعتقالات واسعة جدا، والآن هناك اشتباكات بالقرب من حاجز البريد بين عتمان واليادودة، كما قام الحاجز الموجود بين الضاحية واليادودة بمنع دخول أو خروج أي شخص من خلاله. كما تم اليوم اقتحام بلدة بصر الحرير بعدد كبير من ميليشيات الأسد والدبابات والمدرعات وسيارات الأمن، حيث حصل هناك انتشار للدبابات في السهول المحيطة وسط انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت، وقد شهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أكثر من جهة في البلدة جراء إحراق الكثير من المنازل. وقد تعرضت بلدة ناحت اليوم لقصف بالمدفعية الثقيلة لليوم الخامس على التوالي، وكان هو أقوى قصف اليوم على هذه البلدة. وقد شهدت أعمدة الدخان تتصاعد من البلدة بكثافة. كما تم اليوم سؤال أخي الكريم إذا سمحت لي، ماذا أيضا عن التعزيزات الأمنية والانتشار الأمني المكثف اليوم بعد العمليات التي جرت من قبل الجيش السوري الحر؟ أخي الكريم، اليوم بعد أن تم تفجير دبابة T-72 من قبل كتيبة المعتز بالله بالقرب من حاجز البريد بين عتمان واليادودة، تم إرسال تعزيزات كبيرة من عناصر الأمن مدعومة بدبابات وعربات BMP إلى ذلك الحاجز. كما تم إرسال عدد كبير من باصات الأمن إلى مدينة داعل كمساعدة ومساندة لعناصر الجيش هناك. كما تم اليوم قصف بلدة صماد، وطال القصف في السهول الشرقية للبلدة وسقط عدة قذائف تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي عنها. كما توقفت اليوم معظم مخابز المحافظة عن العمل، وذلك بسبب فقدان مادة الخميرة ونقص كبير جدا في الطحين، وهذا ضمن سياسة الحصار والتجويع التي يتبعها النظام الفاجر ضد الشعب لإخضاعه وتقديم الولاء له. ومن حيث الحالة الإنسانية فهي متدهورة جدا في محافظة درعا، فالمدينة أصبحت منكوبة، فالكهرباء تقطع لساعات يوميا، وهي الآن مقطوعة عن المحافظة بشكل كامل، والمواد الغذائية تكاد تنفذ من البيوت. وقد وصل عدد الشهداء في المحافظة حتى هذه الساعة إلى 8 شهداء، وهم الشهيد الشاب عدنان سالم الدوس من بصر الشام استشهد برصاص قناص، والشهيد محمد عبد الناصر المطاوع استشهد في بلدة تل شهاب، والشهيد الشاب محمد نبيل عبد المجيد الجنادي وهو من أبناء مدينة نوى، والشاب معتصم موسى النمر الحريري من بلدة بصر الحرير، والشهيد سليمان منصور الغوثاني استشهد في حي التضامن بدمشق، والشهيد البطل قاسم محمد القاسم من ناحته، والشهيد البطل إياد مفلح الزوباني من بلدة اليادودة، والشهيد البطل إسماعيل محمد أبو جندي من الصنمين. نعم أخي الكريم، نسأل الله أن يتقبل الشهداء جميعا، وشكرا جزيلا لك على توثيق كافة هذه الأحداث أخي الناشط الإعلامي رامي الخالدي، كنت معنا من درعا. ما بنركع إلا لا الله وهي ويلا، ثورتنا للحق والله وهي ويلا، منصورين بعون الله وهي ويلا، هبوا يا أحرار هي ويلا، قالوها شباب الثورة وهي ويلا، من أكثر بلاد الحرة وهي ويلا، زفينا الشهيد بنور وهي ويلا، هبوا يا أحرار. الله أكبر عليك يا بشار. أحد صواريخ الأسد التي لم تنفجر من الطيران الحربي. الله أكبر عليك. يا جماعة المدنية في بيت عم يحترقوا وصلوا البترول السريع. يا أخي أنت مو جيش الحرب؟ مو جيش الحرب؟